صبحك الله بالخير يا معيوف، تذكرني؟ ابو زياد هو بشحمه ولحمه، كيف حالك؟ عساك بخير. كيف حالك انت؟ الحمد لله الحمد لله. هات علومك. ماشي علوم من صوبك، ما قلت لنا علوم اخبار. ماشي تسلم من دوم. الحمد لله. كذا عقول ابو زياد كذا، مو ساعتك الدنيا انت؟ يا معيوف الدنيا ما تصرف وتبلع، الدنيا تمزق وبالذات الناس الفقارة. اصبر لي شوية. أقول مسلم؟ وين مسلم؟ نعم يا عمي. تعال هنا. جيب حليب خالص حول عمك أبو زياد. ها؟ تستاهل أبو زياد، تستاهل لعبك. هي تحبك إن شاء الله. ما تقصر، ما تقصر يا معيوف، ما تقصر أنت. أقول أبو زياد، قول، مو سويت محرمتك الأولية؟ مو أسوي بيولها يا أبو زياد. ترى الحرمة الأولية ما تجيب أولاد. ما كيف ما مشيت مو شهر العسل؟ شهر عسل؟ أمو دخل شهر العسل بالإنجاب يا معيوب. الله يهداك، أنا جاي أسأل عن سلمى، أبغى تشوف لي حل مع زوجتي. اسمع يا أبو زياد، تو في هاللحظة بيجي سعيد أخوها سلمى وبيشيل لك فرس من خدمة عند سلمى بنات البيت. مشكور يا معيوف، مشكور، ما تقصر. هي بس عاد اذا تبغانا هالمرة نقح لك كاسر ورحماني، ما تخطي حرمتك الاولية ولا تراها بتربشنا ربشة ربشة تكسر الحفلة فوق روسنا. اوعدك يا معيوف اوعدك، اذا سويت ملكة تكون انت اول مدعو. اكون انا اول مدعو عليها من حرمتك الاولية بصراحة ابو زياد.
أبوي سايمة عندها ألف طريقة وطريقة، بس ما بتخلي الأولية توافق على الثانية، لا إلا الثالثة توافق على الربع. المشكلة صعبة عليش يا سلمى؟ إذا كانت صعبة ننسى الموضوع وأقوم أتوكل على الله وأمشي. والله حيرتني يا أبو زياد، لو تسألني عن رأيي في قضية الزواج من وحدة ثانية طبعاً أنا ضد هذه الفكرة. بس أنا شرحت ليش وضعي وحالتي مختلفة عن غيري، وأنا ما طلبت أشوفك إلا من حب نابع مني إلى زوجتي الأولية. اليوم عرفت إني راح أتزوج عليها وهي ماشي على لسانها كلمة طلقني طلقني طلقني، ويمكن لو واحد غيري كان طلقها من زمان. بس المشكلة يا سلمى إني أحبها. سبحان الله. هي والله يا أخوي سعيد أحبها. ومشكلتك إنك أنت محروم من الأولاد. هي نعم، وأغلب الظن إن العيب منها حسب فحص الطبيب. لكن أنت قبل شوية قلت إن العلاج ما خلص، ليش ما صبرت وبعدين خطبت؟ لكن العلاج طول، صار الحين صابر 12 سنة. 12 سنة يا سلمى، عمري كله خلص. أبغى ولد، ولد يجيني ويناديني يقول لي أبوي. قولي قولي إذا أنا كنت غلطان. أنت بالضبط شو تبي؟ إيش قصدك من هالهية هذه؟ بس لا تربط شيء بشيء ثاني. والله ما قصدي إلا الخير حرفنتين. أنا أبغاش تكلمين زوجتي الأولية بطريقتش الخاصة وتقنعيها إنها تبقى معاي وما تطلب الطلاق. سالم؟ نعم أمي. أنت بهية تجلسي إلين الصبح؟ لو أوصل إلى حل جذري وما أنام يومي 3 سنة ما عندي مشكلة، ما يهمني. لكن المشكلة اللي عندي إن هذا الرجال جاني بمشكلة ضدي كوني أنا امرأة. أمي، المشاكل بين الرجال وحرمتهم ما بتخلص، ولا هو مسكين ولا هو أول واحد بياخد واحدة ثانية على زوجته. لا يعني تبغاني أوقف في صفه صح؟ أمي، بقول الشيء واحد وبروح أنام. مهمتش إنك أنت تحلين مشاكل الناس، وهذه المشكلة قدامي. إذا قدرت تحل المشكلة حلي، وإذا ما قدرت تحل المشكلة حوليها على سلامة وانتهى الموضوع. وضميري يا سالم؟ أنت مالش ومال ضميرش، خليش مع الواقع. لو الزوجة شمس. يا الله، ضربتيني على البطل الحساس. لو تزوجة شمس، انت يعني لو تزوجتها ترضى انك تتزوج عليها واحدة ثانية؟ والله في الحقيقة اذا في مشاكل ما بيننا محتمل، يعني الحرمة ما تجيب اولاد، والرجال يبغاله كمين قائم يملوا عليه البيت. والله لا يقول أن شمس ما تجيب أولاد. بعدين ما لا تخوفيني وتقولي لي أن شمس ما تجيب أولاد. ما أنا جالس مني الحين صار لي ساعتين وجالس معاش وأتناقش معاك. ما تصبحين على خير. البارحة خطف علي هنا يوم جانا ذاك الرجال
انا اعرف الرجال، لكن هو ما نشد عن نسد عن سلمى. وش يبي هالريال؟ ما في بالبلد الا سلمى، يعني انا موجوده، انا اللي اساعدكم واوقف معاكم. قامت تتمايل اخواني، ها شبابها، انا مو دخلني. هو متورط، الله يسلمك، الرجال متورط، ماخذ حرمه على حرمته الاوليه، وتو الحرم الاوليه لابق النار تبقى الطلاق منه. حلو حلو، انا ادور المشاكل، اموت في المشاكل، وبعدين حلها عندي، حلها عندي وانا مهندي. زين ابوي مشي، خذي المساله منك من انسان ما عندي انا. ها ها وصل سعيد، سعيد ولد حلال، زحزح ذا اللي جبد من قدامي من هنا، روح من ربع عنكم. لا روح زين، روح سعيد، ولي عافيك، ابيك توصلني. وين؟ السيب. خيب السيب؟ معزومة على الغداء عند ناس. عاد الحين بارك الله فيك. ما فيها شيء الحين، وتنطرني 10 دقائق فقط لا غير. يعني اسير وارجع؟ ما تعجبيني. تفضلي تفضلي. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله عليكم الأولاد، حسبي الله عليكم الأولاد. كسرت السيارة، كسرت السيارة. إيش فيكم؟ تعجبوني بس أذيتوني. وين سلام هاي؟ قصت علي، شوف قالت 10 دقائق الحين بتتأخر. إذا أنا ما كسرت راسه اليوم هذا. أنت مو أخبارك. وين هذه الحرمة؟ الحرمة في السيارة. هذه حرمة؟ هذه بليس شكل حرمة. اسمع، روح وشلها مكان ما جبتها، ولا بتلحقها ترك. تظن هالشكل انت؟ انت ما لك نية تروح من قدام بيتي؟ انت متسبب حال نفسك اليوم. انا نيتي صافية. امسك بس، ممكن عاد تبطل كندورتي؟ ونيت مرة ثانية هني، والله بحش ريولك حش، هذا آخر مرة حالك. واضح ومفهوم، ممكن امشي عاد؟ لا تجيبها مرة ثانية، مفهوم؟ لا ما في أمل أجيبها لك مرة تانية. قل لي يا أبو زياد، أنت تزوجت ولا خطوبة بس؟ لا هي مجرد خطبة، أما ترتيبات الزواج والعرس بعد ما صار فيها شيء. أنت ما قلت أنك في طور العلاج مع زوجتك الأولية؟ أيوة بس ما صار شيء، يعني ما في شيء إيجابي يخدم العلاج. 12 سنة ما شوية. قول لي إيش كثر باقي من وقت العلاج؟ من 3 إلى 4 أشهر. تبى رأي يا أبو زياد؟ والله أبغى أسمع رأيش، وتقومين معاي وتحلين مشكلتي، وتقنعين زوجتي الأولية إنها توافق بزواجي من الثانية. شوف يا أبو زياد، طلبك إني أحل مشكلتك، بحاول قدر ما أقدر، لكني إني أكون معاك وأقنعها صعب علي. تعرف ليش؟ لأنها حرمة مثلي، والوقت المطروح لحل المشكلة لا زال منتهى،
ليش ما تعطي نفسك مجال عشان تنتظر شوية؟ بس سؤال وأرجوك أنك تجاوبني بكل صراحة. قولي أكيد أكيد بجاوبك بصراحة. لو بعد شهر بإذن رب العالمين طبعا استجابت زوجتك الأولية للعلاج وحملت بتترك الثانية؟ والله يا سلمى أنت تحطيني النتائج قبل الحلول. هذا رايش يا سلامة؟ يا أبو زياد المرة لازم تعرف الريال إذا بغى شيء يسوي ما يهم العيال يابت عيال ولا ما يابت ويقدر يتزوج مكان المرة الوحدة اثنين وثلاث وأربع وكلهم يبوا العيال. إيش لك بهالقشرة اللي قاعد معاها؟ وخر عنها وخر. الله 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 يا مريم هي هني الجلسة زينة خضرة وجو طبيعي أحسن من داخل. أكيد المكان هنا أحلى من البيت. هذا واجد يا مريم. هذا ولا شيء، أنا لو بيدي أملي لك هاي المزرعة كلها أكل. الله الله يخليش يا مريم. ما قلت لي لحبيبتي ايش احسن وجبه تطبخيها؟ لا يا حبيبي ديالي انا ما اطبخ ولا عمري دخلت المطبخ. وش بدي تشم فيا ريحه البصله واللحم وحالتي حاله؟ لا طبعا حبيبي. تعرف شنو كنت منه؟ قولي تدللي اذا بيصير يتحقق. حبيبي بغيت شغاله يا ريت يكونوا زوج باش يجهزون لنا الاكل ويطبخونا وانا وانتي من عيال نفسنا. ممتاز كل شيء وقته. حبيبي انا بغيت كل شهر نطلب منك طلب ولكن ما بغيتكش تقلق مني. لا 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 انا ازعل منك انتي ابدا ابدا. على ما كان ظني يا الحبيب ديالي ان مهري لازم ما يقل عن 3000 ريال وانا صراحه ما بغيتش اكثر. غادي تقول لي علاش؟ غادي نقول لك لحقاش اختي نوصة مهرها 5000 ريال. ايوا شنو رايك؟ دم ولا يهمش صار خير يا حبيبتي. وانا عشان خاطرك وخاطر عيونك غدا نكتب عليهم يا حبيبتي علي وغدا نقول لهم مهري 5000 ريال. واخا يا حبيبتي علي. اقول حبيبتي صار لي شهرين ما طلبتش طعام. تدلل قولي باغي شيء محتاجه قولي. لا ما لان الهدايا اللي تقدم لي احلى من كل شيء ابدا. بعدين أتمنى من رب العالمين أن يعطيني الصحة والعافية ويهدي من علي الدوام. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. قلنا السالفة يا أبو زياد ترى ساعات الدنيا تصير لغز والحل تلقى عن أقل الناس. إحنا ما نريد نسمع مديح ما دام إن الحل الوجد فإحنا مبسوطين لك يا أبو زياد. يا أبو زياد إحنا عارف إن السلامة وقفت معاك هذاك الوقت. كلها وجهات نظر. أنا من طلعت من مجلس أبو المبارك صرت أفكر 5 أيام بلياليها وأنا أفكر 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 وتذكرت أيام العزوبية وكيف كنت أعاني خصوصاً بعد وفاة الوالدة المرحومة وكيف كانت حالتي. وتذكرت يوم قدمت حال مريم وحياتنا مع بعض والسنين اللي مرت علينا بحلاوتها ومرارتها.
زين ابو زياد كمل، نبغى نسمع السالفه زياد. الى اليوم اللي تقدمت فيه حال نيلي. الزوجه الثانيه اسمها نيلي؟ بس خلاص امي، الكلام واقف عنده. نعم الكلام واقف عنده. برايك انت لا تاخذوا عليه، هذا مندمج. تعرفوا اكتشفت اشياء تخوف، ما تصدقون لو قلت لكم اياها في الزوجه الثانيه. أظن يبغى يتزوج البيت المسكون وي... طلباتها، أوامرها، غرورها، لا ولا شرطها في حفل زفافها. معقول يا أبو زياد؟ تبى تخليك خاتم في صبعه؟ في زوجات الله يسامحهم هي عقدوا الأزواج، والأخير كان مسكين أبو زياد. ذكرت كل كلمة قلتي لي إياها في المجلس المبروك، وقلت لنفسي ليش معصبر 4 أشهر؟ هي فترة ما طويلة بالنسبة ل 12 سنة عمر بيني وبين مريم. الفترة كانت فرصة لك تتأمل حياتك مثل الوقفة. صحيح، وقفت مع نفسي وراجعت نفسي وقلت يا ترى كيف بيكون مستقبلي لو تورطت بزواج من واحدة مثل نيلي؟ تو انت بالله عليك ما نقيت غير واحدة اسمها نيلي؟ آيس كريم هي. يا أبو ترى وشو كانت النتائج؟ النتيجة الحمد لله أنا فسخت الخطبة، ومريم حامل يا سلمى، حامل. شفت كيف؟ الحمد لله على هذه النعمة. الحمد لله أنا صار لي 12 سنة وينادوني أبو زياد وأنا ما عندي زياد، لكن الله إذا رزقني ولد بسميه زياد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب تسميه زياد، سميه ناقص، المهم تجيب ولد. الحمد لله. والصراحة ترددت واجد لأن سلامة لعبت بعقلي وعواطفي. بصراحة سلامة مشكلة، وين ما تحل يحل الخراب، تهدم ما تبني. إيه وتسوي لها كل شهر 1000 مشكلة. إيه لو سامع شورها كان اليوم أنا في ورطة ما بعدها ورطة، كنت أطلق زوجتي والسبب سلامة. الله يقطع إبليسه، شيطانة لابس الباس شيطان بصورة آدمي. مشكلة سلامة إنها خالية من العاطفة تماما، والعقل عندها لا يصلح للاستعمال. ما تستعمل منه إلا صوب الشر، كلمة خير ما عندها. ¡Suscríbete al canal!
سلمى وسلامة، ما بين سلمى وسلامة، ما بين سلمى وسلامة.